سلام، سميتي عدنان، سمية عادية بحال هاد الفيديو. عادي تزاديت نهار واحد شهر 11 1997، تاريخ عادي ما طرا فيه والو. والديتها هما كانوا ناس عاديين، تانا من تزاديت صفقتني القابلة بحال اي واحد عادي. وحتى من قالوا لي شوفري اختي يقتهم عادي، وحتى في المدرسة كنت تلميذ عادي. المهم الخوت، هاد اللقطة كنت باغي نصورها في المدرسة ولكن انتاج ضعيف، نكملوا الحلقة عادي. بديت كنكبر وجاتني المراهقة وناض ليا انا حب الشباب بحال اي شاب عادي. نجحت في الباك وما قبلت عليا حتى شي مدرسة، فدرت لافاك عادي. وحتى في علاقتي مع البنات كي كنجيك صراحة عادي 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 عادي. عقدتني كلمة عادي وخديت قرار باش نتبدل ونبدل حياتي وما نبقاش عادي. بحثت وقلبت وقريت كتوبة، ما كانت سهلة من الأول، صارت الليل وبدت بالجوع. هادشي كامل باش ما نبقاش إنسان عادي، والحمد لله ما بقيتش عادي، وليت عادي جدا. المهم حسن عادي ولا عادي جدا، عرفتي مي حسن كتبقى حسن عادي. وتعرف معكم جديد عادي جدا برو ماكس حاليا في الأسواق. عادي كل جمعة في يوتيوب وسبت في انستغرام. تهلاو.